الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم الفيديوهات السابقة. إذا ما اشتركتش في قناتي ما ينساش يضغط على زر سبسكرايب وبن الاشتراك. ما تنساش تشغل جرس إشارة لتصلكم فيديوهاتي أول بأول، وتابعوا معي الفيديو تاع اليوم من الأول لآخر لتعم الفائدة بإذن الله. يلا نبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله راح يكون بسيط وسهل جدا. راح نديلكم ان شاء الله حجاب سامبل بكل كلودين، وفي غير فتحة صغيرة من الأمام مع يدين واسعين. دونك تابعوا معي الفيديو من الأول لآخر حتى تستفادوا أكثر، ويلا نبداو على بركة الله. والآن بعد ما قمت بخياطة الأكتاف هنايا كتفين هنايا خيطتهم ودرت لهم سوفيلاج، درك درت هذا الجهة الخلفية هذه الجهة الأمامية، هاي الرقبة تاع الخلف هاي الرقبة تاع الأمام. قمت بطوي كل جهة على اثنان، هذا المنتصف درت له كرونتاج صغير هنا درك المنتصف حددته بكرونتاج. بعد نعاود نرفدها نوريها لكم، هذه ديجا راهي مقطوعة. دوك واش ندير، نخلي القماش نحط القماش كيما راهي من داير، نجيب قطعة تاع بلاستيك ولا الورق اللي كان عندكم. شوفوا راح نحط الطوية بحيث انه تجي الطوية من هاد من جهة من الجهة الخلفية، لانه انا شوفوا كل كلودين دركا راح نديرو مغلوق من الخلف ومن الامام مفتوح. انتم دوكا شوفوا انتم واش بغيتو ديرو، لو بغيتو ديرو مفتوح من الجهتين، لو بغيتو ديروه مغلوق من جهة مفتوح من جهة. دونك شوفوا كنا لكم كيفاش حطيت البلاستيكه تاعي، طويتها على اثنان حطيتها جوست مع الجهه الخلفيه. دوك نحط عليها هنا الحجاره باش نفكسيها، وندير لكم كيفاش راح نرسموا الكل تاعنا باذن الله. شوفوا معايا هنا بعد ما ثبتوا بالحجاره كيفاش راح نرسم كل كلودين تاعنا. دوكا في ناحيه العرض هذا هو العرض تاع الكل كلودين تاعنا، على حسب نتوما واش بغيتوا ديروا العرض، بغيتوا ديروه كبير بصغير. انا هنا راح ندير واحد 8 سنتيم، يعني نحكم بالمتر تاعي بالمتر القياس، نحكم من هنا ندير من هنايا نهبط واحد 8 ونبدا نمشي. كل مره نحط الصفر تاعي هنا و8 ونقعد نتبع، يعني نرسم خط هنا كامل نتبع لها هذه هنا، يعني ندير خط هنا ومن بعد ندير هنا نقاط تاع 8 هكا 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 كامل هنايا ونضبط بيناتهم. نوري لكم ان شاء الله هنا كيفاش حنديروا ديك العفسه تاع الكلودين هنايا واحد الانحناء. حبيتوا ديروها منحنيه هكا، حبيتوا ديروها كشغل هكا في كيما بغيتوا. دوك انا نرسم الشكل اللي راح نديروه لكم، كيما قلت لكم تبع هنا كامل العرض يكون كامل 8 هكا ماشي كاع. نرسم نرجع لكم باذن الله. دونك شوفوا معايا يعني هنا رسمت هاد كيما قلت لكم الجهه تاع الرقبه، وستم هنايا قعدت نتبع كل 8 سنتيم ونمشي نمشي بها، وصلت بين النقاط هنايا. هنايا كيما قلت لكم هنايا راح ندير هذيك الانحناء تاع كلودين. واش راح ندير شغل شويه قبل ما نلحق للتالي هنايا، نبدا نطلع هكا، نبدا نطلع هكا بهذه الطريقه هكا. يعني هذا هو اللي راح يكون الكول تاعنا هنايا، نصب بين هذه النقطه هاي راح يكون منحني بهذه الطريقه هنايا كما راكم شفتوا. دوك نقص الباترون تاعي ونروح ان شاء الله نوريكم كيفاش راح نخدموا عليه على القماش باذن الله. الان بعد ما كملت الباترون خرجته، شوفوا الطويه هنا في الباترون، شوفوا كيف جاي الباترون، جاي على اثنين هكا ونطوي على اثنين. هاي الطي هنايا نجيب واش بقى لي من القماش، هاد القطعه اللي عندي هاني طويتها هنا على اربعه، على وحده صافي وحده زوج، هنا على اربعه مطويه، نحط عليها الباترون بهذه الطريقه، ما نزيدوش هكا زياده كيما راني دايره هنايا. نرسم ونقص، هذه الطريقه اللي نحطو كيما راهو داير، نرسم ونقصو. دوك نقصو نعاود ندير لكم ان شاء الله كيفاش نخرج الفصاله تاع الكلودين باذن الله. بون انا بعد ما قصيت وعندي راهو ديجا الوسط باين، واش راح ندير، راح نخيط. شوفوا من هذه النقطه نمشي نمشي كامل، ندور عليه بعد ما نحكمو بليزي بانكل كامل ندورو معاه حتى لهاد النقطة. هادي نخيطها ونكرونطيه ونقلبو، نعاود نوريلكم ان شاء الله كيفاش نخيطو هاد الجزء مع الرقبة نتاع الحجاب تاعنا بإذن الله. شوفوا معايا الآن بعد ما كملت الخياطة ودرت لها الكرونتاج كيفاش خرجت، يعني كرونطيتها كامل كيما قلتلكم خيطها حتى لهنايا
هادي تاني. تقدر تدير فيها هنا تيرمو كولون ولا توال كولونت، هذاك اللي يجي شويه خشيني يلصق بالحداده. دوك واش راح ندير؟ راح نقلبها ونحددها على هاد الجهه منه، على الوجه تاعها نقلبها ونحددها، ونروح نكمل ان شاء الله الباقي الحوايج الباقيه في الحجاب تاعنا باذن الله. وهي النتيجه تاعي تاع الكول كولون بعد ما حددته، نخليها بجهه. دوك نروح لهذوك القطع اللي قلت لكم باش نديرو بهم بندانا تاع الفوق الاولى، ال اسمو تاع لاباط تاع البوطونيير ولا لي بوطون، وحده تاع لي بوطونيير وحده دي بوطو. دوك نشوفو بغيتو حدوها بغيتو ما تحدوهاش، طبقوها على اثنين بهذا الشكل في زوج هادو، ونروحو نجيبو تاع القطعه تاع الامام اللي راهي مبلاصيه في الكتف مع الخلف. دوك نجيبها ندير لكم كيفاش تبلاصيو هادو ان شاء الله. بون دوكا نلفت لكم تشوفوا معايا. شوفوا هاد القطعة تاع الامام مثلا، هادي راني دايره الفتحة هنا كشتو راني حليتو كيما درت لكم في الاول، ودرت هادي. دوك نجيب هاد القطعة، هذا الوجه ماشي الخلف، شوفوا ها الخياطة هنا لداخل، نخيطها للوجه. نطوي القطعة تاعي على اثنان بهاد الطريقة هكا، ونروح نحط هذا الراس فوق البطني تاع المول القماش يلعب ياسر. حط هادي على هاد القطعة هنايا هنايا كامل، ونروح نخيطها كشغل بوغ بوغ واحد 5 مليمتر حتى 1 سنتي ماكسيموم. تخيطوها حتى توصلوا لهاد النقطة هادي هنا، تخيطوها حتى لهنايا ماشي هاد النقطة هنايا، كد قد تحبسوا كيف كيف تخيطوا هادي بهاد الطريقة هنايا والأخرى. دوك نبلاصيها بليزيبانك ونقول لكم كيفاش ان شاء الله. بون شوفوا هذه بعد ما بلاصيتها، هذه من الداخل وهي من الامام، شفتوا كيما قلت لكم من الامام هاي القطعه تاعي. الخياطه تاعي راح تكون هنا لداخل، شوفوا من هذه النقطه هنايا، ونمشي بها طول كامل، ونزيدوا القطعه الثانيه باذن الله، ونقول لكم كيفاش تخرج باذن الله. بون الان بعد ما خيطت هاد القطعتين كيما قلت لكم من هذه النقطه حتى الفوق كيف كيف مع الجهه الاخرى، ها هي واش راح ندير. دوك راح نقلب هكا باش يبقى لي هذه جهه تاع الامام، وندخل هذا هنايا هكا. هنايا تقدروا تحددوها باش ما يقعدش يلعب لكم مع الكتان، هذا يلعب بزاف. وزيدوا الجهه الاخرى كيف كيف كيما هكا، تقلبوا عليها احسن. راح نحددها ونوري لكم ان شاء الله باش ما تقعدش تبوجي لي ياسر باذن الله. شوفوا معايا هنا بعد ما حددتها كيما قلت لكم، هاد القطعتين اخي خيطتهم منا هادو. دوكا نرجع هادي هكا هنايا، ونرجع هادي فوقها، ندخلهم في زوج في هاد الفتحة اللي راهي هنايا هنايا. شوفوا نحط هادي فوق هادي، ندخلهم في هاد الفتحة بحيث انهم يختفيو ميولوش يبانو، ونخيطو من الداخل باش ميوليش عندي هاديك ركلها ونروها لكم بإذن الله. ونشوفوا بعد ما دخلت من هنايا هنا دوك واش راح نديرو، راح تكون الخياطه تاعنا من الداخل. شوفوا انا دوك نحكم هذا هنايا بليزي بانغل باش ما يقعدش يبوجي لي، راكم على بالكم القماش يتحف، نحكمو بليزي بانغل نوريكم كيفاش الخياطه راح تكون ان شاء الله من الداخل. وهذا يقعد نفيكسي هذا، وهنا هذاك المثلث اللي خليناه قبيله هو راح نخيطو مع هذوك هنايا يتفكسا، وتقعد عندي هي خدمه تاعي نظيفه باذن الله. دوك نحكم بليزي بانغل ندور معكم باذن الله. دونك شوفوا معايا هنا بعد ما حكمتهم هنا بليزي بانك الكامل حتى لهنايا، دوك واش راح ندير؟ راح نقلب بهذه الطريقه هاهي. شوفوا معايا هنا واش خرج لي، خرجوا لي هادو الزوج متلاقين هنايا مع هاد المثلث هنايا. شوفوا هاهم لك هادو القطع اللي دخلتهم مع هاد المثلث. واش راح ندير؟ نسويهم سوا سوا هكا، نحطهم فوق بعضياتهم. هاهم لك الخياطة نتاعي هنايا راح تكون من هاد النقطة هادي اللي فتحناها لهاد النقطة هنا، قد نخيط ندير خط مستقيم نخيطها باش كي نقلب تجيني الخياطة لداخل والخدمة تاعي نضيفها. دوكا راح نخيطها ونوريها لكم بإذن الله كيفاش راح تكون بإذن الله. الآن نشوفو النتيجة نتاعي هنا بعد ما خيطو من الداخل، أكيد لازم نو يتحدد. بعد ما نحدو نخيط من الداخل تاني لي كوتي، لي كوتي هادو منا منا يعني، نخلي غير اليدين نخيط هادو لي كوتي كامل هبط حتى لتحت، ونوري لكم ان شاء الله كيفاش نبلاصي بقى لي غير الكول كلودين واليدين باذن الله. واخر حاجه نديرو لي بوطونيير ولي بوطون باذن الله. دونك تبعوا معايا للاخر على بركه الله. دابا الان بعد ما درنا خيطنا الحواشي اللي درت
درت صوفي لاج وكلشي. دوكا انا حطيت هذه الكول كلودين ها. شوف انا كرونتيت هنا في الوسط، حطيت في الوسط مع الوسط. دوكا نبدا نخيط كامل هنايا، كامل نخيط ونفكسيه مع هذه، ونجي نفينيه ان شاء الله بالبي. البي راح يكون الخياطه تاعو لداخل دوك، ما يهمش يكون هذا اللون لانه انا اصلا ما عنديش هذا اللون. دوكا هنخيط نخيط بي، كان عندي من قبل انا ديجا خدمته في الاحمر. نخيطها هذه كامل ونروح اليدين تاعنا نخيطهم. كيفاش نخيط اليدين؟ اول حاجه نسكر اعمال اليدين مثلا. دوك نحي هذه باش تفهموا معايا. شوفوا اليدين راح نلاقي الجهتين مع بعضهم، راح نخيطها هكا مثلا نسكرهم. اخر حاجه نديرها هذيك القطعه ولا البندونه اللي حنا فيها لاستيك. دونك الخياطه تاع اليدين راح تكون هنايا. شوفوا انا طبقتها على اثنين، هذه جهه الامام كما قلت لكم تجي محفوظه على الخلف. راح نخيط اليدين في زوج هنا كامل. هذه انا دايره الجي يعني اليد الكوش والاخرى الضغط. دونك نخيطها. واخر حاجه راح ندير هذيك البندانه، وقبل ما ندير البندانه ندير اسمو هذيك الكشكشه يعني لي فرونس هنايا في تحت اليد، باش كي نبلاصيها مع هذيك البندانه اللي فيها لاستيك تجي معها سوا سوا. دونك نكمل هاد العمليه تاعت خياطه اليد وخياطه الكول كلودين، نرجع لكم على بركه الله. بون شوفوا معايا هنايا هاو اليد كيما قلت لكم فصلت هذا واسعه. هنا من تحت غير مطبقه، هنا من تحت ديسيديت ندير لاستيك هنايا. وجدت خدت هذا لاستيك اللي وريت لكم في فيديو تاع تحويل السروال او عريض. دوكا لاستيك هذا درتو قيس المعصم هنا تاعي وضيقته شويه. دوكا هذه البلاصه راح نضيقها باستعمال لاستيك هنايا من تحت، يعني راح ندير لاستيك. دوك نفكسي الكاميرا ونوري نشرح لكم ان شاء الله. شوفوا معايا الخيط، اول حاجه لاستيك نخيطه هنايا عند هذا الكونه قد هنا، ونزيد نرفد هذه الجهه هذه ونخيطها مع هذه هنا الكونه الاخرى، والباقي نكسل. نبدا نكسل البلاستيك نجبده باش نخيط عليه كامل هنايا كيف ندير مع اليدين. اما بالنسبه لهذو البندانات هذو اللي كنت حنخيطهم بهذه الطريقه، راح نقلب مش حنخيطهم هكا. دوك نفتحه ونعاود نرجع لكم باذن الله. دونك شوفوا معايا هذه البندانه، هذه هي عندي منها زوج تاعت اليدين. القياس تاعها درتو تاع المعصم هنايا، وسط عليه غير شويه باش ما تقعدش مزيرتني ياسر. والعود درتو واحد 10 سنتيم. دوكا كيفاش حنخيطو؟ اولا حنخيطو هكا، يعني الوجه راح يكون من هاد الجهه، راح نخيطو هنايا هكا بهذه الطريقه. نخيطو ندير له السوفيلاج ومن بعد نوريكم ان شاء الله كيفاش حنعاود نبلاصيه معكم ونرجع لكم باذن الله. شوفوا معايا الان هنا بعد ما خيطت لاستيك هنا في التحت تاعكم، هاو شوفوا كاين واسع، هاو الفوق تاعكم هاهو، وهنا في التحت نفذ لكم الكاميرا، هاو الفوق تاع لكم هنايا ها هي هنا. وهنا لتحت درت له لاستيك في اليدين في زوج، هاي اليد الاخرى درت لها لاستيك، درت لها على خطين دولتين. والبندانه هذه اللي تجي هنايا هاهم كيفاش خيطتها هنايا. دوك راح ندير لها السوفيلاج ونعاود ندير لكم قبل ما لصقتها مع هنايا. نخيط اليد هنايا، نسكرها نسكرها من الجانب، يعني نخيطو هكا هنايا، نسكر الخياطه هنايا هكا، نخيطها كامل حتى الفوق باش نرجع ان شاء الله باش نبلاسي هاد البندانه في اليد باذن الله. بون هنايا بعد ما كملت الخياطه تاع الكول كلودين من هاد الجهه وحددته وقلبته، دوكا راني فيكسيتو من هاد الجهه كما قلت لكم، فيكسيتو خيطو وجبت لوبي. كيفاش درت لوبي؟ شوفوا معايا هاهو، فيكسي معكم كاميرا. شوفوا جبت لوبي كيما هكا محلو هكا، جبتو كيما هكا هنايا، وهذا هنايا فيكسيتو مع الخياطه هذيك، ورجعت هكا هنايا باش من بعد كي نجي نطوي هي تكون عندي هذه ديجا مسكره ماشي محلوله. وفيكسي دوت عليه كامل هنا في الكول كما راكم تشوفوا، كامل في الكول دوت عليه درك نخيطو. وهنايا قمت في الامام قمت بالعمل هاد التزيينات كما بغيتو نتوما ديروا عمل ديروها شادي. بالنسبه لليدين هنا قبل ما نروح اليدين، هنا بالنسبه لهذه هنايا تاع القفالي كما انا دوكا حندير ثلاث قفالي هنايا ماهيش كبيره ياسر كما بغيتو خيطو الالوان. انا خيطت ندير هادو هنا هكا ثلاثه، كاين هادو ثلاثه
لا ما لقيتوش لون كيما هو، كاين هادو ترونسبارون، شوفوا هادو ترونسبارون تاني ثلاثة، ولا هادو غوز تاني صعب مع الدور، ما يبانو بيوضة، كاين هادو بيوضة، كاين عندي ألوان أخرين يعني اللي ما كفانيش، ولا انتوما زعما ما كاش عندكم ألوان أخرين، تقدروا ديروا علبة تجمعوا فيها ألوان عديدة، كاين هادو اللي قلتلكم ترونسبارون، كاين هادو فيغ، كاين ياسر ألوان. إذا بغيتو يعني لون آخر تكسرو تكسرو بيه، هذا بالنسبة لي البوطون. بالنسبة لليدين، ثاني اليدين أنا درتلهم، قمت بتزيينهم بالهداك هادو الأنواع تاع الورود، وهنايا كيما قلتلكم يعني درتلو لاستيك وفكتيتو هنايا. دوكا كيفاش نعاودو نركبو هاديك البندانة تاعو، شوفوا بهذه الطريقة، هاي البندانة. دونك شوفوا معايا اليدين، هاي اليد نحكمها على الأمام تاعها، هذا هو. نجيب هاد البنطانه هكا، شوفوا كيفاش ندير، ندخل، شوفوا نجيب الخياطه، شو نحوس على الخياطه، هاي الخياطه وضعين هاد الجهه، ندخل هاد البنطانه كيما هكا هنايا، نجبد نحط الخياطه على الخياطه، هاي الخياطه هادي على هاد الخياطه هنايا هنايا، ونرقد وحده هادي، نرقدها من هادي منا، ونعاود نجيب هذه اللي من تحت، نرقد هذا كامل هكا، ونجيبها منا ونفكسيها بلي زيبانجل، ندور عليها كامل تو 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 حتى تحصل على هذا الشكل هكا كامل، ونفكسي عليه، ونروح نخيطها بماكينه الخياطه، ندير لها السورفيلاج، ونري لكم ان شاء الله كيف تخرج هنايا. دوك راح نخيط هذو هذه تاع اليدين، ونخيط هذه تاع الكولكلودين قبل ما البيف في الكولكلودين قبل ما نقلبوه، نرجع لكم بإذن الله. بون الان بعد ما كملنا خياطه اليدين و البوطونيير، دوكا نشوفو نحكمو الحجاب تاعنا، هاو بالمقلوب هنايا، هذه الجهه اليد اليمنى بالمقلوب، ونجيبو اليد على الوجه تاعها وندخلوها كيما هكا، شوفوا هاي اليد على الوجه تاعها، بون هاي اليد على الوجه تاعها، هذا هو، ندخلها، شوفوا هاي ندخلها كيما هكا هنايا في هاد الفتحة اللي هنايا، فتحة تاعت هادي ال وسمها ال ال لي مونشور، شوفوا الخياطة تاعت الذراع تكون مقابلة لهادي هنايا، ونشوفوا معايا هنايا كيفاش دخلت، هاي الذراع هذا الوجه تاع الذراع، شوفوا هذا هو الذراع، هذه لاموش، هذه وهذا الاصبع تاعي ماشي يبان في كامل، بو هذه الذراع لاموش، وهذه الفتحه تاع لي مونشور ندخلها، شوفوا نجيب الخياطه تاع التحت نقابلها مع الخياطه هذه اللي هنايا تاع التحت تاع اليد، هذه يعني هنا مخيطتها مديت لها غير السوفيلاج، نقابلها مع الخياطه هذه تاع التحت تاع لي مونشور بهذه الطريقه، نحكم كاع بليزيبانجل ونخيطها ونديرها السوفيلاج كيف كيف مع اليد الاخرى بهذه الطريقه، بحيث انه هذا نركبو بشيها وهذا نديرو منا، دوك نكملهم كاع بليزيبانجل، نقول لكم قبل ما نخيطو باذن الله.
شوفوا معايا كيفاش ركبت لا مونش مع لي مونشو. غادي ديت هكا من عليها، حكمتها بلي زيبان، قلت لكم راح نخيطها وندير لها السوفيلاج كيف كيف مع اليد الاخرى، ونرجع لكم ان شاء الله في النتيجه النهائيه. بون هنا كما راكم تشوفوا هذه النتيجه النهائيه تاع الحجاب، ها من يدين شوفوا كيفاش راكبين راهم، وتزينات اللي درتهم على لاستيك. بالنسبه للكول هاك الكول كلودين، ندور معكم الكول كلودين كيفاش خرج هذاك البي اللي درتو راه دخل داخل مش يبان. ها هو من الامام تاع التزيينات لي بوطون، دوك راح نعلقها في المانكا باش تبان لكم احسن النتيجه النهائيه. ونتمنى انه يكون الفيديو تعليم اعجبكم، اذا اعجبكم متنساوش ديروا له بيك لايك، ما تنساوش تشغل جرس اشعارات اللي تصل لكم فيديوهات اولا باول. واذا ما كنتش مشتركين في القناه ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب او الاشتراك، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم لتعمل الفائده ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات باذن الله. الى اللقاء. هذا هو الحجاب تاعنا اكيد ما كانش حتكون على كيما جسم الانسان تحت ما كفتو ايه كما خرج هو صغير بعد هنا دا يجي بلاستيك وكي كما تقول دا هنا قلت انا كل مدين شتو البيلي دا توجه من داخل مبين شاولر وانا بلا مبينش البوطن دا تسوش بلك تحدي التالتة ملك تسايس بلغان تحدي لها يمسحها هذا هو الفيديو تاعنا.